حياكم الله من جديد. معروف عن العرب منذ القدم تميزهم بعديد من الصفات الأصيلة والأخلاق الحميدة مثل الكرم والوفاء والتعاضد وغيرها من القيم الإنسانية البارزة، خصوصا في مجتمعنا في المملكة. قصتنا في هذه الحلقة هي من منطقة حائل، حائل التي يعرفها التاريخ جيدا بمكارم أخلاق أهلها وأبنائها، حائل التي إن مررت بها أو جئت إليها لن تشعر ولو للحظة بالغربة. دعوني في هذه اللحظات أرحب بضيفي الذي يلتحق بنا عبر خدمة سكايب، أستاذ راضي السنيد الشمري أحد أعيان مدينة حائل. مساك الله بالخير أستاذ راضي. يا هلا، حياك الله، الله يحييك ويحيي مشاهدينا. الله يحييك. ودنا لو تخبرنا عن القصة واللي رأيناه من أهل حائل وكرم أهل حائل أثناء استقبال الشيخ ناجي، القصة من وين بدت؟ الله يحييك، أول شيء بحايل ويحيي مشاهدينك. تحية. طبعا قصة ناجي السبيعي كان فيه في مشكلة بينه وبين أحد أبناء عمومته مدينة الخرمة، وعفى عن الدم ابن عمه، عفى عن الدم، لكن اشترط الجلوة انه يغير المكان، يخرج يعني من مدينة الخرمة إلى أي مدينة. طبعا أخونا الشيخ الفاضل ناجي سبيعي اختار مدينة حائل يكون مقر له هو وأبنائه وعائلته، اختار حائل ودرى أن المشاكل الجلوة طبعا عند العرب وعند القبائل لعدم إثارة المشكلة بعد العفو، لأنهم عفوا عن احنا نشكر باسمنا واسمكم، نشكر ابن عمه اللي عفى عنه بدون اي مقابل، يعني كما عرفت الوقت هذا الناس يعني بعض الاشخاص اهل الدم يشطون مبالغ طائله، لكن ابن عمه الله يجزاه خير وندعي له احنا باسمنا واسمكم نشكره انه عفى مقابل الجلوه، والجلوه هذه عند العرب اجتناب المشاكل ما بعد الحدث. فالشيخ ناجي ابو محسن اختار مدينه حائل وهذا شرف لنا بحائل. خيروه بين اكثر من مدينه يعني ولا كانت بس الشرط الحائل؟ كيف؟ اقول خيروه بين اكثر من مدينه بالجلوه؟ هو خيروه انه يخرج عن المدينه يعني مدينه الخرمة الى اجتناب صارت المشاكل بعد يعني الحدث هذا. اي انه يختار اي مدينه من المملكه، والحمد لله انه اختار حائل وجهت له، و يعني الحمد لله مناطق المملكه كلها فيها الخير وفيها البركه، ولكن ناجي اختار مدينه حائل ان شاء الله انه حظ بنا يا اهل حائل، والحمد لله احنا نرحب والله يحييه بيننا، ضيف بيننا وعزيز مكرم ان شاء الله، وتحت القياده الحكيمه قياده خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويحفظ لي العهد ويحفظ لنا مملكتنا الحبيبه. وحايل مدينه من ضمن مناطق المملكه اللي الحمد لله كل منطقه الحمد لله فيها من المفاخر والميزات الطيبه ان شاء الله، وهذا الحمد لله شيء نفتخر به انه جانا عندنا بحايل. لو تشرح لي يعني اكثر عن مفهوم الجلوه، الجلوه الحين تصير على المطلوب بالدم ولا هو هله ولا هو وجماعته كاملين؟ لو تعطيني تفاصيل اكثر عشان الناس بس تفهم وتستوعب. تفضل. نعم اخوي، الجلوه عند العرب انه يجري يغير المكان، يعني يخرج من المدينه اللي حصل فيها المشكله. والجلوة طبعا اشتراط من صاحب الدم، سواء صاحب الدم نفسه او صاحب استاذ راضي. طيب يبدو ان عندنا مشكلة في الاتصال من المصدر، خلونا ناخذ تفاصيل قصير لحين يعني يصلح هذا الخلل ونعود.
حياكم الله من جديد في هذه الفقرة. أعود لضيف الأستاذ راضي السنيد شمري أحد أعيان مدينة حائل، والحديث عن استقبال مدينة حائل وأعيانها وأهلها لمواطن بعد تنفيذ شروط الجلوة. أستاذ راضي، قبل الفاصل كنت تتكلم عن الجلوة، مفهوم الجلوة عند البدو، وانقطع يمكن معانا، لو نرجع بس نذكر فيه لو سمحت. نعم، الجلوة هي اشتراط من أصحاب الدم، لما يشترطون يعني على خصمهم انه هو سواء هو واهله ولا سواء واخوانه ولا والده، انهم القلوي عن الديره يعني او عن المنطقه. طبعا هذه يعني عادات متعارف عليها قبليه قديمه عند العرب القبائل، وشرطوا عليه يعني عشان ما يحدث بعد ذلك مشاكل او يعني حاجه ما هي زينه بالقضيه، فاختار حائل. والله حائل ان شاء الله. الرجل ما راح الا عند ربعه واهله، يعني ما ظنه جهله قد كثر ما ناصه فيه. الحمد لله المجتمع السعودي يعني ما يحتاج. مجتمعنا السعودي الحمد لله بفضل القياده الحكيمه، يعني مجتمع واحد ومجتمع متماسك بعادات وتقاليد، ومجتمع يحب يعني العادات العربيه الاصيله، والحمد لله ما هي غريبه يعني سواء انه مدينه الخرمه ولا مدينه حائل، يعني مدن سعوديه، مدن للجميع، مفتوحه للجميع تحت توجيهات القياده، والله يحفظ لنا نعمتنا ويحفظ لنا حكومتنا، يحفظ لنا ملكنا ولي عهدنا. انا بسالك اول شيء، يعني احنا كلنا يمكن شفنا استقبال الشيخ ناجي اول ما جاء للمدينه حائل، وشلون عرفتوا بالخبر اولا؟ نعم، هو كان في مقطع متداول بسناب انه حدث القضيه، وانه الشيخ ناجي انه متوجه الحايل، علم من بعض واحد من ابناء العمومه يعني ارسل لي المقطع هذا، وقال انه في واحد منه جالي من مدينه الخرمه، وانه اختار مدينه حايل، ويعني الحمد لله احنا قدمنا له الواجب، وهو واجب السكن البيت يعني مجاني له، وهو بالطريق يعني الحمد لله احنا اخذين حسابه، يوم ديرينا بالمقطع هذا اخذين حسابه انه يكون يعني له بيت استقباله. والرجل كان يعني يوم تواصلت معه بالطريق كان يعني رجل ما شاء الله يعني غني، ولا لكن اجبرته وانا دخلت من المدخل عليه انه هذا هديه، وان هديته انه ما ترد، والحمد لله انه يعني ما رفض هذا. بعد ما وصل حايل قابلته، اول ما وصل قدمت له هديه البيت وباسمي واسم الحايل عامي واسم شمر خاصي، والحمد لله ناجي ان شاء الله. يعني انا اشوف تفاعل المجتمع الحائلي من جميع المجتمع الحائلي من جميع القبائل يعني فرحين انه اختار حائل وانه يسكن بيننا، وانه والحمد لله يعني هذا شيء فخورين به يعني اهل حائل عامه، واحنا نفتخر ولا هي غريبه يعني انه جانب حائل. الحمد لله مجتمع حائل مجتمع يعني من جميع القبائل من جميع الناس موجودين حائل، ومثل ما موجودين بالخرمه ولا باي مدينه يعني المدن السعوديه الحمد لله الشعب يعني الحمد لله متكاتف، الحمد لله بنعمه، احنا نعمه امن نعم. وامان الله يديمها ان شاء الله. فعلك صراحه والحق قال، انتم تعبتوا من عقبكم، فعلكم ينومس، واليوم كل واحد سعودي شاف اللي سويته انت تحديدا يا استاذ راضي، واللي سووها الحايل بالشيخ ناجي واستقبالكم له وحفاوتكم به ووقفتكم معه، ما لنا الا اننا نرفع العقال لكم واحد واحد كلهم باسمه، وانت اولهم وعلى راسهم على الفعل اللي سويتوه والطيب اللي جاء منكم. وله غريب عليكم وله غريب على هالحايل. ما عليكم زود، والحمد لله انا كما يعني وضحتك المجتمع السعودي مجتمع، والناس يعني احنا يعني الضيف يجانا نفرح به، الضيف له الحمد لله له قيمته وله يعني الضيف ضيف الله، ويعني احنا مثل ما انت عارف يعني المملكه العربيه السعوديه يعني عايشين معنا من جميع الدول من جميع الجاليات ومن جميع المقيمين، والحمد لله السعوديه جميع مدنه ومحافظاته وقراه يعيش معنا شعوب يعني من جميع الشعوب العالم الاسلاميه والغير اسلاميه عايشين نعم
نعم. هالفضل والنعمة اللي احنا عايشينها بفضل آل سعود الله يحفظهم إن شاء الله. آمين. رسالتك الأخيرة. رسالتي الأخيرة طول عمر أحب أنقل مشاعر الحايلين عموم. أهل حايل يعني فرحين إن ناجي صبيعي اختار حايل، هذا نماس وعزلنا، وحنا عزنا وقيمتنا الحمد لله عند حكومتنا وعند الشعب السعودي عامة. يجينا اتصالات من جميع المملكة، من خارج المملكة، من دول الخليج، الدول العربية. يعني القصة أنا يمكن أقول لك إنها قصة بسيطة، يعني الهدية اللي احنا قدمنا له هدية متواضعة وهدية يعني، لكن الناس الطيبين أمريكا بروة، الإعلام زي القنوات بما فيها روتانا الله يحفظكم أنتم، يعني هذا التفاعل هذا ما هو غريب على المجتمع السعودي، أنهم يحطون يعني شيء بسيط يحطون شيء كبير، وهذا فخر لنا. وأشكركم على الشكر لك. الشكر لك. الشكر لك يا أستاذ راضي، والشكر لكل فرد من هالحايل وقف الوقفة الطيبة اللي تمثل اليوم كل سعودي حقيقة في كافة مناطق المملكة. وفيتوا وكفيتوا وبيض الله وجيكم على فعلكم، وهذا ما هو بغريب عليكم. بعد الفاصل لنعود.